نرحب بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص من هنا من قصر المهاجرين في العاصمه السوريه دمشق مع الرئيس بشار الاسد سياده الرئيس اهلا بك الى سكاي نيوز عربيه وشكرا لك لإتاحه الفرصه للقائك في هذا اللقاء الذي انتظرناه حقيقة طويلا اهلا وسهلا بك في سوريا وانا سعيد جدا ان استقبلكم اليوم وان يكون بيننا حوار مثمر شكرا لك بما ان هذا اول لقاء سياده الرئيس عبر سكاي نيوز عربيه كاول قناه عربيه أه نعود معك الى بدايه الاحداث الى عام 2012 هل كان بالامكان في رايك تفادي ما حدث هل كنتم ستخوضون الحرب هذه المواجهه بنفس الطريقه بنفس الرؤيه على امتداد اكثر من عقد طبعا من الناحيه النظريه كان ممكن تفادي هذه الحرب لو اننا خضعنا لكل المطالب التي كانت تطلب او تفرض على سوريا بقضايا مختلفه، ولكن في مقدمتها التخلي عن الحقوق السوريه والتخلي عن المصالح السوريه، لذلك اقول من الناحيه النظريه لاننا من الناحيه العمليه لن نذهب بهذا الاتجاه، ولكن لو افترض افترضنا باننا سنذهب فهذا يعني بأننا سنتفادى الحرب ولكن سندفع ثمن أكبر بكثير لاحقا. هل كنا سنتعامل مع الأمور بنفس الطريقة؟ الطريقة ممكن يكون هناك طرق مختلفة لنفس الهدف، المهم ما هي السياسة؟ وما هي الرؤية الوطنية؟ رؤيتنا كانت هي الدفاع عن المصالح السورية، الدفاع عن سوريا في وجه الإرهاب، الدفاع عن استقلالية القرار السوري، فلو عدنا بالزمن إلى الوراء سوف نبني ونتبنى نفس السياسه هل كنت تتوقع عن حجم الضرر حجم الدمار ان يكون بهذا الحجم على الاقل خلال السنه الاولى لا لم نكن نتوقع لاننا لم نكن نعرف ما هي الخطط المحضره كنا نعرف ان هناك اشياء تحضر لسوريا وكنا نعرف وكنا نعلم منذ بدايه الحرب بان هذه الحرب ستكون حرب طويله وليست ازمه عابره كما كان يعتقد البعض ولكن تفاصيل لا احد يتوقعها. اسمح يعني لي سياده الرئيس بهذا السؤال، يعني المعارك كانت تدور على بعد امتار من القصور الرئاسيه من صحة صح التعبير، اللحظه يعني الم تخشى على حياتك على حياه ابنائك؟ وهناك كانت في المنطقه سيناريوهات مرعبه الحقيقه على سبيل المثال ما حدث لرؤساء ما حدث مثلا للرئيس القذافي. اولا كل من لا يخشى الخطر هو انسان غير طبيعي وغير متوازن، فالخوف هو جزء من طبيعه الانسان، الشيء الطبيعي هو ان يخاف الانسان، ولكن الخوف الخوف له اشكال تتراوح ما بين الهلع والتوجس وما بينهما، لم نصل لحد الهلع هذا بكل آه تاكيد، لكن جانب اخر انت تعيش حاله عامه لم اكن انا المستهدف كشخص. كان الكل مستهدف، كلنا كنا نسير في هذه الشوارع والطرق وفي منازلنا والقذائف تسقط على مدى سنوات، فيصبح الخوف والقلق هو جزء من اللاوعي وليس جزء انت تمثل قياده الدوله يعني صحيح ولكنك بالاخير انسان وتتفاعل مع الاخرين، فكانت حاله عامه عندما تصبح حاله عامه لا يمكن ان تعيش مع الخوف لسنوات، يصبح جزء من شيء تتعايش معه بشكل يومي. اما بالنسبه للسيناريوهات التي حصلت الحقيقه لا لان هذه السيناريوهات وضعت كما حصل مع مع القذافي او كما حصل مع صدام حسين في العراق لكي تخلق حاله رعب فكان لدينا في سوريا وعي تماما للسيناريوهات التي وضعت في الاعلام وسوقت في الاعلام لكي تخلق حاله من الرعب لذلك لم تكن هذه السيناريوهات في في عقولنا بشكل عام خاصة أننا كنا نخوض معركة وجوديا المستهدف لم يكن قذافي كانت ليبيا المستهدف لم يكن صدام حسين كان العراق والمستهدف لم يكن الرئيس بشار كان سوريا عندما تضع هذه الامور يعني بحسبان فانت لن تعيش هاجس الحالات الشخصيه التي حاولوا تسويقها من اجل خلق حاله من الرعب لكن في ظل هذا الضغط الكبير هل فكرت يوما في التخلي عن السلطه سياده الرئيس؟ لاكون واضحا عندما تحدثوا عن ضروره رحيل الرئيس السوري كانت الصوره هي بشكل التالي بان المشكله هي مشكله شخص وبالتالي لا يمكن ان يكون هذا الشخص اهم من الوطن. وبالتالي بغض النظر عن مواصفاته وصفاته يجب ان يذهب. هذه الصوره كنا واعيين لها في سوريا بشكل عام ليس انا فقط وانما كدوله وكمواطنين. وك... لذلك لم يكن هناك مطالبات داخليه برحيل الرئيس عن السلطه. عندما يرحل رئيس عن المنصب او عن المسؤوليه لكي نكون اكثر دقه يرحل عندما يريد الشعب له الرحيل وليس بسبب ضغط خارجي أو بسبب حرب خارجية عندما يكون بسبب داخلي هذا شيء طبيعي عندما يكون بسبب حرب خارجية عندها يكون اسمه هروب مم. وليس حتى خلاص كانت المظاهرات لم يكن مطروح على كانت عدد كبير من المظاهرات ترفع يعني هذا الشعار حتى العدد الكبير لم يتجاوز في أحسن الأحوال مئة أو مئة ألف ونيف في احسن الاحوال في كل محافظات مقابل عشرات الملايين من السوريين، هذا اولا، ثانيا اذا اردنا ناخذ لنفترض بان هناك كان جزء كبير، مم. طيب اغنى اغنى الدول واقوى الدول في العالم تقف ضد هذا الرئيس، وقسم الكبير فرضا من الشعب الشعب يقف ضده فكيف يبقى؟ لا يوجد منطق في الامور، فاذا هو بقي لان الجزء الاكبر من الشعب يدعم القضايا التي يدعمها الرئيس. سنعود لهذه النقطة يعني لكن أنتم قاتلتم يعني تحدي كبير العدو والإرهاب الذي أحاط في كثير من المناطق وحتى العاصمة دمشق لكن هناك سيادة الرئيس مدنيين تضرروا الحقيقة تابعنا ذلك عبر على الأقل وسائل الإعلام من قتل تهجير ومعاناة هل تتحمل مسؤولية هؤلاء؟ إذا افترضنا بأن الدولة هي من كانت تقوم بالقتل والتهجير تتحمل ولكن هناك إرهاب كانت الدوله تقاتل الارهاب والارهاب هو الذي كان يقتل ويدمر ويحرق لا يوجد دوله حتى ولو كانت تسمى دوله بين معترضتين سيئه تقوم بتدمير الوطن غير موجوده يعني حسب معلوماتي بشكل طبيعي الارهابي هو من قام بتدمير الدوله دورها بحكم الدستور والعرف الوطني ان تدافع عن الدوله فهل هذا يعني بان الارهاب أو أو مواجهة الإرهابية التي دمرت يعني لو تركنا الإرهاب تعمر الدولة هذا كلام غير منطقي فإذا من يتحمل المسؤولية هو من وقف مع الإرهاب وليس من دافع الإرهاب من يتحمل المسؤولية هو من نوى على الحرب من خطط الحرب ومن اعتدى وليس المعتدى عليه نعود معك سيادة الرئيس لفكرة يعني صمود الدولة بعد كل هذا الضغط الكبير على المستوى الداخلي وحتى الخارجي هل الدعم الإيراني الدعم الروسي منذ السنوات الأولى لهذه الأزمة هو سر الصمود في هذه المعركة الشارع العربي سيادة الرئيس يعني يسأل عن سر بقاء الدولة السورية بعد كل هذه الضغوطات نحن بالبداية لم ندعي بأننا دولة عظمى ولم نقول بأننا قادرين على محاربة العالم فمن الطبيعي بأننا عندما طلبنا من أصدقائنا أن يقفوا معنا فلأننا بحاجة لهذا الدعم فوقوفهم معنا كان له تاثير هام في صمود سوريا، هذا شيء يعني من البدائه. لكن لا يمكن للاصدقاء ان يحلوا محلنا في الحرب وفي المعركه وفي الصمود، هذا شيء ايضا من البدائه. لكن الصمود الحقيقي هو صمود الشعب. السؤال هنا الذي تطرحه له عوامل كثيره، انت تتحدث عن عشرات الملايين وتتحدث عن واحده من اقدم شعوب او المجتمعات في العالم. فهناك تراكم تراكم اليوم نستطيع ان نقول هناك ايمان بالقضيه هناك خبره هناك معرفه هناك تمسك بالحقوق هناك وعي ونضج لطريقه اللعبه التي اديرت بها الامور عند التحضير لهذه الحرب وعند بدء هذا الحرب، كل هذه الاشياء وغيرها من العوامل الكثيره لا مجال لذكرها الان، هي التي كونت حاله الصمود، وليس هي قضيه لا رئيس ولا مسؤول ولا دوله ولا مجرد جيش كلمه السر في 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 هذا يعني هذا هذا الصمود ان صح التعبير خلال هذه السنوات كيف يمكن ان تلخصها؟ كلمه السر هي الوعي للمخطط لم نسقط ولا في فخ من الافخاخ التي رسمت لنا في الخارج، الوعي هو اساس النجاح والصمود عاجلا او اجلا. بعد كل هذه السنين تم رفع يعني تعليق عضويه دمشق في الجامعه العربيه، انت ترفض فكره عوده سوريا الى الجامعه العربيه، فتح باب التساؤل يعني عن مستقبل العلاقه بينكم وبين هذه العواصم العربيه، هل هي عوده شكليه؟ ام في رايك سيكون لها ما بعدها على الاقل خلال المستقبل القريب؟ الحقيقه ان العلاقات العربيه العربيه منذ تكون عندي الوحي السياسي منذ اربعه عقود هي علاقات شكليه لماذا؟ لسبب بسيط لاننا يعني بطريقه تفكيرنا ربما على مستوى الدول او هي ثقافه عامه لا ادري لا نطرح حلول عمليه ولا نطرح افكار عمليه لاي شيء نحب الخطابات والبيانات ولقاءات شكلية هذه طبيعة العلاقة فعودة سوريا هل ستكون شكلية أم غيرها هذا يعتمد على طبيعة العلاقات العربية العربية هل تغيرت لا أعتقد بأنها تغيرت بالعمق هناك بداية وعي لحجم المخاطر التي تؤثر علينا كدول عربية لكنها لم تصل إلى مرحلة وضع الحلول طالما أنه م. لا يوجد حلول للمشاكل فإذن العلاقة ستبقى شكلية لكن يعني على الرغم من الوعي بهذه المخاطر المخاطر حقيقيه أصبحت في العالم العربي صحيح. و كبيره على بعض العواصم على الرغم من ذلك لماذا لم تتضافر الجهود على الاقل لان المصلحه ستكون مشتركه صحيح لانك انت امام مرحلتين عندما يكون لديك مشكله الاولى هي ان ترى المشكله ان تفهم المشكله ان تشخص المشكله والمرحله الثانيه هي ان تضع العلاج نحن في المرحله الاولى لم ننتقل للمرحله الثانيه بعد بحسب اعتقادي بالنسبة لسوريا ماذا تتوقعون من الجانب العربي سيادة الرئيس؟ لا أستطيع أن أتوقع أستطيع أن أأمل نأمل بأن نتمكن من بناء مؤسسات مشكلة العرب انهم لم يبنوا العلاقات على مؤسسات وبالتالي لم يبنوا مؤسسات، واذا تحدثنا عن العلاقات الثنائيه فهي ضعيفه لهذا السبب، والعلاقه الجماعيه عبر الجامعه العربيه لان الجامعه العربيه لم تتحول الى مؤسسه بالمعنى الحقيقي، هذا هو ما نراه وهذا ما نامل ان نتمكن من تجاوزه. فيما يتعلق بالمعارضه، من هي المعارضه التي يعني تعترفون بها اليوم بعد كل هذه السنوات؟ بالمختصر هي المعارضة المصنعة محليا لا المصنعة خارجيا، المصنعة محليا يعني أن تمتلك قاعدة شعبية، أن تمتلك برنامج وطني، أن تمتلك وعي وطني، الجهل لا يعني كل المواصلات الأخرى مع الجهل لا تكفي، الوعي الوطني والنية الوطنية الصادقة. وعدا عن ذلك المعارضة هي شيء طبيعي، أي نحن بشر ونختلف بالاراء في المنزل الواحد، فكيف لا نختلف على مستوى الوطن تجاه الكثير من القضايا؟ البعض يرى ان حتى معارضة الخارج لديها رؤية ربما تختلف مع الدولة السورية وقد تكون بالفعل تمثل جزء من من هذا الشعب. طبعا كلمة خارج لا تعني السوق، قد يكون معارض داخلي ومرتبط بالخارج وقد يكون مرتبط معارض بالخارج ولكنه مرتبط بوطن. فالقضية ليس لها علاقة بالخارج والداخل لها علاقة بأين تكمن انطلاقتك من الشعب أم من المخابرات الأجنبية هذا هو السؤال فقط أنتم علمتم عن ترحيبكم بعودة اللاجئين الأعداد الكبيرة من اللاجئين الملايين لكن البعض يتخوف من فكرة سيادة رئيس العقاب يعني بعد العودة ماذا تقول لهذه الملايين عبر يعني هذه الشاشة؟ خلال السنوات الماضية عاد إلى سوريا أقل من نصف مليون بقليل ولم يزين أي شخص من بينهم لماذا توقفت هذه العودة؟ بسبب الواقع الأحوال المعيشية يعني كيف يمكن للاجئ أن يعود من دون ماء ولا كهرباء ولا مدارس لإبنائه ولا صحة للعلاج يعني هذه أساسيات الحياة هذا هو السبب بالنسبة لنا في سوريا أصدرنا قانون عفو عن كل من تورط بالاحداث خلال السنوات الماضيه طبعا ما عدا الجرائم المثبته التي فيها حقوق خاصه حقوق الدم كما لكن هذه النقطه الكثيرين يعني تحدثوا عنها ان قد تكون هي معضله للمساءله الامنيه وبالتالي تزيد من حاله التخوف تمام حتى لمن يشك يستطيع ان يعود للواقع لذلك انا ابتدات بالواقع قلت عاد حوالي نصف مليون كيف يعود هؤلاء اذا كانت الدوله ستقوم بسجن بسجنهم هذا يعني مؤشر واقعي بغض النظر عما اقوله انا في هذه المقابله ما هو التحدي الابرز لعودتهم في رايك لوجستيا لوجستيا البنيه التحتيه المدمره التي دمرها الارهاب وهذا ما يقوله معظم اللاجئين الذين نتواصل معهم يرغبون بالعوده ولكن كيف نحيا كيف نعيش وما الفرص يعني اعاده هؤلاء خلال الفترة المقبلة في ظل تحدي على المستوى البنى التحتية بشكل كبير الان هناك حوار بيننا وبين عدد من جهات في الامم المتحدة المعنية بالجانب الانساني وبدانا نناقش معهم بشكل عملي مشاريع العودة وكيفية التمويل وما هي متطلباتها بالتفاصيل فهناك عمل بهذا الاطار احد التحديات في الداخل السوري التي اثرت على المحيط هي تجارة المخدرات، الدولة السورية متهمة بغض الطرف عن من يقومون بهذه التجارة مرتبطين بمثل هذه الجرائم وتحويل سوريا لمركز للمخدرات الكبتاغون كيف تردون على هذه الاتهامات إذا كنا نحن من يسعى كدولة لتشجيع هذه التجارة في سوريا فهذا يعني بأننا نحن كدولة من شجعنا الإرهابيين ليأتوا إلى سوريا ويقوموا بالتدمير ويأتوا بالقتل لأن النتيجة واحدة وأنا قلت هذا الكلام في أكثر من مناسبة البعض منها معلن إذا وضعنا الشعب بين الإرهاب من جانب والمخدرات فنحن نقوم بأيدينا بتدمير المجتمع والوطن، أين هي مصلحتنا؟ لذلك عندما حاولوا استخدام موضوع المخدرات مؤخراً من قبل الأمريكيين أولاً والغرب لاحقاً وبعض الدول الإقليمية لأسبابها السياسية ضد سوريا كنا نحن من أول المتحمسين والمتعاونين من أجل مكافحة هذه الظاهرة لأنها ظاهرة خطيرة بكل معنى الكلمة. فمن غير منطقة أن تكون الدولة معها لكن دعني أضيف نقطة حتى العصابات لا تتعامل مع دول لأنها تعمل بشكل سري تأتي من أقصى الغرب ومن أقصى الشرق لكي تمر بشكل سري هي تتعامل مع أشخاص عن طريق الرشوة فلا يمكن لها أن تتعامل مع دولة لأنها عندها تصبح تجارة معلنة وليست سرية ما حجم الخطر في رأيك فيما يتعلق بالتجارة المخدرات هل كان هذا الأمر مطروح بشكل يمثل أولوية على الأقل مع القادة العرب في القمة الأخيرة؟ أولا تجارة المخدرات كعبور وكاستيطان هي موجودة لم تتوقف دائما هذا حقيقة ولكن عندما يكون هناك حرب وضعف للدولة فلا بد أن تزدهر هذه التجارة هذا شيء طبيعي لكن من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سوريا وليس الدولة السورية ما ذلك نحن كنا في حوار مع أكثر من مسؤول عربي زارنا في الأشهر أو الأسابيع الأخيرة وكان هذا الموضوع أحد مواضيع التي طرحتها سوريا وليس هم فقط لأنه لدينا مصلحة مشتركة معهم في القضاء على هذه الظاهرة اقترب معك سياده الرئيس من علاقتكم الان بالخارج، هناك حديث عن مفاوضات تجري بينكم وبين الامريكيين على مستوى المسؤولين الدبلوماسيين، ما الذي جرى؟ ما الذي تم التوصل اليه حتى الان؟ لا شيء، الحوارات عمرها سنوات بشكل متقطع ولم يكن لدينا امل حتى للحظه واحده بان الامريكي سوف يتغير، الامريكي يطلب يطلب وياخذ وياخذ ولا ولا يعطي شيء. هذه هي طبيعة العلاقة مع الأمريكيين منذ عام 1974 منذ خمسة عقود لا علاقة له بأي إدارة من الإدارات فلذلك لا يوجد لدينا أمل ولكن سياستنا في سوريا هو أن لا تترك أي باب مغلق في وجه أي محاولة لكي لا يقال لو فعلوا كذا لحصل كذا ولكن لا اتوقع بانه بالمدى المنظور او في المدى المنظور سيكون هناك م. اي نتائج من اي مفاوضات تعقد مع الامريكي واشنطن تدعم التقارب العربي الاسرائيلي بشكل ملحوظ على الاقل خلال الاداره السابقه والحاليه، هل تلقيتم اي عروض لاقامه علاقه مع اسرائيل لا نهائيا لا لانهم يعرفون موقفنا منذ بدايه مفاوضات السلام في عام 1990 ان لم يكن هناك استعداد اسرائيلي لاعاده الارض لا داعي لاضاعه الوقت م. بالامس سمعنا يعني صوت الانفجار في قلب العاصمه دمشق اليوم تم اعلان ان هذا استهداف اسرائيلي الى متى سيستمر هذا هل الاستهداف يطال الجيش السوري ام التواجد الايراني في الداخل السوري الحقيقه يستهدف الجيش السوري بشكل اساسي تحت عنوان الوجود الايراني وسيستمر طالما ان اسرائيل هي عدو وسيستمر طالما أننا نتمكن من إفشال مخططات الإرهابيين ولو جزئيا يعني لأن هذه الضربات ابتدأت عندما ابتدأ الجيش السوري بتحقيق انتصارات مرحلية في المعارك التي يخوضها نأخذ الاعتبار بأننا لم ننتهي من الحرب بعد إلى أي مدى سيستمر في رأيك؟ كما قلت طالما الناس رأي العدو وتقف مع الإرهابيين سيستمر لذلك لن يتغير هذا بالشمال الشمال لابد الحديث أيضا على علاقة مع تركيا لديكم شرطان لعودة هذه العلاقة مع تركيا، انسحاب القوات التركية ووقف دعم الارهابيين، تركيا طلبت ان تلتقون دون شروط مسبقة، في ظل هذا الطرح متى يمكن يعني اللقاء بينك وبين الرئيس اردوغان خاصة وانه لا يعارض يعني هذا هذا اللقاء. يعني كلمة من دون شروط مسبقة للقاء يعني من دون جدول أعمال، من دون جدول أعمال يعني من دون تحضير، من دون تحضير يعني من دون نتائج. يعني لماذا نلتقي انا واردوغان لكي نشرب المرطبات يعني مثلا؟ نحن نريد ان نصل لهدف له واضح، هدفنا هو الانسحاب من الاراضي السوريه بينما هدف اردوغان هو شرعنه وجود الاحتلال التركي في سوريا، فلذلك لا يمكن ان يتم اللقاء تحت شروط اردوغان. لكن اردوغان يقول ما دام ان هناك ارهاب يهدد الدوله التركيه لا يمكن ان تخرج هذه القوات. الحقيقه الارهاب هو صناعه تركيه الموجود في سوريا. جبهة النصرة، احرار الشام هي تسميات مختلفة لجهة واحدة، كلها صناعة تركية وتمول حتى هذه اللحظة من تركيا، فعن أي ارهاب يتحدث؟ مم. مم. إلى العلاقة مع حماس سيادة الرئيس، أنتم لكم فضل كبير الدولة السورية على الحركة، لكن كيف استقبلتم موقف الحركة مع بداية الأزمة؟ وهل عادت العلاقة كما كانت عليه مع علان الحركة إعادتها مع دمشق؟ بعد كل ذلك الوقت أريد أن أوضح نقطة صغيرة بين البعض كان يقول من حماس من قادة حماس بأن سوريا طلبت منهم أن يقفوا معنا كيف يقفوا معنا كيف يدافع عن دولة سوريا لا يوجد لديهم جيش يعني هم بضعة عشرات في سوريا هذا الكلام غير صحيح الموقف نحن أعلننا بأكثر من سبب بأنه موقف غدر لأن هذه الجهة التي ليس لأننا وقفنا معها لكن لأنها كانت تدعي المقاومة في ذلك الوقت وأنا أتحدث عن القيادة لا أتحدث عن كل حماس لا أعرف كل حماس التي ادعت بأنها تقف مع المقاومة هي نفسها التي حملت علم الاحتلال الفرنسي لسوريا، فكيف يمكن لشخص يدعي المقاومه ان يقف مع احتلال نتج باحتلال امريكي وتركي وعدوان اسرائيلي تحت علم محتل فرنسي، هذا الموقف هو مزيج من الغدر والنفاق. اما علاقتنا اليوم فهي علاقه ضمن المبدا العام، نحن نقف مع كل طرف فلسطيني يقف ضد اسرائيل. لكي يسترد حقوقه هذا مبدا هل يمكن لكن... ان تعود العلاقه لما كانت م. عليه في السابق لا حاليا ليس لديها مكاتب في سوريا ومن المبكر ان نتحدث عن مثل هذا الشيء لدينا اولويات الان هي المعارك داخل سوريا هي الاولويه بالنسبه نعود لمساله الاولويات كما تحدثت الى الداخل السوري يعني مواقع المواطن السوري والتحديات التي تواجهها الدوله اعتقد البعض مع انتهاء الحرب نسبيا ورفع تعليق عضويه سوريا في الجامعة العربية أن الاقتصاد سيتحسن متسارع أو بشكل تدريجي على الأقل سيكون هناك أمر ملحوظ سيادة الرئيس لكن هذا الأمر لم يحدث لماذا؟ هل في رأيك العقبة الأساسية هي قانون قيصر أم ما العقبات؟ قانون قيصر هو عقبة لا شك ولكننا تمكنا بعدة طرق من تجاوز هذا القانون، هو ليس العقبه الاكبر، العقبه الاكبر هي تدمير البنيه التحتيه من قبل الارهابيين، العقبه الاكبر هي صوره الحرب في سوريا التي تمنع اي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السوريه. العقبه الاكبر ايضا هي هي الزمن، انت بالاقتصاد تستطيع ان تضرب علاقات اقتصاديه وتهدمها خلال اسابيع او اشهر ولكنك بحاجه ايضا لسنوات لاستعادتها، فمن غير المنطقي والواقع ان نتوقع بان هذه العوده وهذه العلاقات التي بدات تظهر بشكل اقرب الى الطبيعي ستؤدي الى نتائج اقتصاديه خلال اشهر، هذا كلام غير منطقي، بحاجه للكثير من الجهد والتعب لكي نصل لهذه النتيجه. ما يخص لبنان الذي يعيش الان وضع الحقيقه على المستوى السياسي والاقتصادي وضع متردي، هل تدخلتم سياسيا؟ لانهاء الازمه السياسيه في لبنان وهل تدعمون المرشح سليمان فرنجيه لحل هذه الازمه في المشهد اللبناني؟ طالما اننا لم نتدخل لحل الازمه في لبنان فلا يمكن ان نتحدث عن دعم اي مرشح او الوقوف ضد اي مرشح لا يمكن لاي طرف خارجي لاي طرف خارجي لا سوريا ولا غير سوريا أن يساعد في حل الأزمة اللبنانية إن لم يكن هناك إرادة لدى اللبنانيين من أجل حل أزمتهم هذه هي المشكلة فإذا لابد من دفع اللبنانيين للمزيد من التوافق عندها يمكن الحديث عن حل هذه الأزمة بالنسبة لنا في سوريا ابتعدنا عن الملف اللبناني منذ أقل من عقدين من الزمن ونحاول أن نبني علاقات طبيعية مع لبنان من دون دخول في هذه التفاصيل في الوقت الحالي م. نعود لاقتراب من نظرتك الشخصيه للاحداث يعني مرت على سوريا حرب لاكثر من عقد تحديات عده اخيرا الزلزال الذي اصاب يعني اجزاء كبيره من الارض السوريه ما هو الموقف سياده الرئيس الذي اثر فيك شخصيا خلال كل هذه السنوات الحرب والزلزال نعم طبعا زلزال لا شك بانه حاله جديده بالنسبه لسوريا لم تحصل منذ مئات السنين أه و تخلق لديك شعور من الصعب ان اعرف هذا الشعور، ولكن وانت تعمل من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه وهناك اشخاص يبيتون تحت الانقاض بين الحياه والموت لايام، هذا موقف انساني له رهبه خاصه، لكن على مستوى الحرب بشكل عام، هناك مواقف انسانيه لا تنتهي، هناك المدرس الذي رفض امر الارهابيين بعدم الذهاب الى المدرسه وقتل. لهذا سبب مدرسين ومدرسات هناك عامل الكهرباء الذي أصر أن يصلح الكهرباء وقتل وهو يعرف بأنه سيموت إلى آخره ولكن أكثر موقف إنساني يمكن أن يؤثر فيه هو موقف عائلات الشهداء خلال الحرب الأم والأب الذين فقدوا عدد من الشهداء من أبنائهم وأرسلوا بقية الأبناء ليدافعوا عن الوطن هناك مواقف إنسانية لا يمكن أن تنسى بالنسبة لنا بالنسبة للمستقبل سوريا سيد رئيس أنت تسلمت الحكم بعد والدك حافظ الأسد رغم أنك نجحت بعد ذلك في انتخابات هل سيكون لابنك حافظ دور سياسي في مستقبل سوريا؟ أولا بالنسبة لي أنا شخصيا لم يكن لرئيس حافظ الأسد أي دور في أن أكون رئيس لأنه لم يؤمن لي أي منصب لا مدني ولا عسكري كي أكون من خلاله رئيس لي. أنا أتيت عبر الحزب بعد وفاته ولم أناقش معه هذه النقطة حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته وهو كان مريض في ذلك الوقت نفس الشيء العلاقة بيني وبين ابنه علاقة, علاقة عائلة لا أناقش معه هذه القضايا خاصة أنه ما زال شابا وأمامه مستقبل علمي أمامه مسار علمي لم ينهيه بعد هذا يعود لرغباته كشخص أما على مستوى العمل العام فهو يعود لقبول الوطني لأي شخص إن كان هو لديه رغبة بالعمل العام فلكن أنا الحقيقة لا أفضل ولا أرغب بمناقشة هذه التفاصيل معه لا الآن ولا لاحقا في الختام نظرة على كل هذه الـ الـ السنوات سيادة الرئيس لو عاد بك الزمن إلى العام 2012 منذ بداية الأحداث ما هو القرار الذي اتخذته وانت غير راض عنه أو القرار الذي لو عاد بك الزمن لاتخذته بطريقة مختلفة بالنظر إلى ربما التجربة والدروس المستفادة على المستوى الداخلي وأيضا الخارجي كثيرا قلت. ما طرح هذا السؤال معي بشكل شخصي وأقول لهم سوف تستغربون إني قلت لكم بأن الكثير من القرارات التي اتخذناها لم نكن مقتنعين بها أساسا لم نأخذها لأننا مقتنعين بها على سبيل المثال التغييرات التي حصلت بالنسبة للدستور وغيرها من الأشياء كنت أقول لهم سنقوم بهذه الإجراءات ومع ذلك سوف تستمر الحرب المظاهرات التي سميت سلمية وتعاملنا معها في البداية بأنها سلمية وكنا نعرف بأن الكثير من جماعات الأخوانجية وغيرهم انزجوا بها وبدأوا بإطلاق النار على الشرطة وغير ذلك تعاملنا معها كمظاهرات سلمية بالرغم من أننا كنا نعلم بأنها غير سلمية هل يا ترى لو عدنا إلى ذلك الزمن سنقوم بنفس الشيء؟ نعم لماذا؟ لأن التعامل مع الموضوع لا ينطلق من قناعاتك الشخصية دائماً ينطلق من مفهوم الناس للموضوع فكثير من الناس كان يؤمن بأن هذه المظاهرات سلمية وكان يعتقد بأن الدستور هو المشكلة وكان لابد من أن تقوم بهذه الإجراءات من أجل أن تثبت لهؤلاء الأشخاص بأن المشكلة لا هي لها دستور ولا مظاهرات سلمية القضية أكبر من ذلك طبعا اقتنعوا ولكن متأخرين فنعم كثير من الأشياء لم نكن مقتنعين بها ولكننا سنعود و نتبعها ونتبنى مرة أخرى بالنسبة للخارج ومسألة التحالفات كيف تنظر لها؟ يعني العلاقة مع روسيا والعلاقة مع إيران أثبتت أن سوريا تعرف كيف تختار أصدقاء بشكل صحيح أما العلاقة مع الأتراك فهناك ما يسأل هل ذهبنا بعيدا؟ تركيا بلد جار كان من الطبيعي أن نسعى لتحسين العلاقة معها ولو أتت ظروف مختلفة في المستقبل بعد انسحاب تركيا من أجل تحسين العلاقات فمن الطبيعي أن نعود لنفس السياسة وهي أن تبني علاقات جيدة مع جيرانك هذه مبادئ وليست سياسات عابرة وعلى المستوى العربي هل كانت هناك طريقة أفضل للتعامل مع العواصم العربية لربما منع هذه القطيعه التي استمرت سنوات. نحن لم نبدا هذه القطيعه ولم نقم باي عمل ضد اي دوله عربيه وحتى عندما عدنا الى الجامعه العربيه وانت ربما تكون سمعت خطابي لم اقم بلوم اي طرف ولم نسال اي طرف لماذا فعلتم ذلك، بالعكس نحن نقول ما مضى مضى، نحن دائما ننظر للمستقبل، هل هناك طريقه اخرى افضل؟ اذا كان هناك طريقه اخرى افضل نتمنى ان ننصح بهذا الشيء لنتبعه لكن لا نسعى لاصطدامات ولا مشاكل. عبر تاريخنا هذا جزء من سياستنا أو جوهر سياستنا سيد الرئيس شكرا لإتاحة الفرصة للقائك عبر شاشة سكاي نيوز عربية شكرا لكم مرة أخرى لمجيئكم إلى سوريا أهلا وسهلا شكرا لك إذا مشاهدينا كان هذا اللقاء الخاص مع الرئيس السوري بشار الأسد من هنا من قلب قصر المهاجرين في العاصمة السورية دمشق شكرا لكم على المتابعة